مباشرة خبس العلف ورمي العلف للسمك مباشرة. هنا ممكن رؤية أوضح. المكنة بتكبس العلف، الحب كبير معناه إن السمك كبير. الأسماك المستزرعة هنا الأمبر جاك واليلو فين تونا. مش كله علف يعني، هو كبسين العلف هنا جاهز طبعا، علف كارنيفورس يعني اسماك البحريه المسترسه، النورز بروتين بتبقى عاليه والدهون بتبقى عاليه الفات، ولكن ممكن يقطعوا اسماك صغيره ويرموها للاسماك زي ما احنا شايفين كده اهو. ده القفص السمكي immediately يعني، ده يعتبر مصنع بيكبس العلف زي ما احنا شايفين فوق. هو عنده المكونات، بيقلب المكونات بتنزل في الخلاطه، الخلاطه بتنزل على المكبس، المكبس بيحدف على الناحيتين. هم مقسمينها كده عشان هم عاملين الاقفاص بالمجوز يعني بالاثنين. الحب كبير زي ما قلنا لان الاسماك اصلا كبيره.